هو ايه سر الهجوم الشرس على بيج رامي رغم انجازه العظيم لمصر وفوزه باتنين مستر اولمبيا على التوالي؟ صدق او لا تصدق مع الصحفي احمد الجدلي. الموضوع بدأ من عند دكتور عبد الله رشدي اللي قال صراحة ان رياضة كمال الاجسام حرام شرعا لان فيها بتظهر العورة. ناس كتير هجمت الدكتور عبد الله رشدي بسبب موقفه من بيج رامي وفوزه بالاتنين اولمبيا، ولكنه اكد انه بيقولش حاجة من عنده، هو بيتكلم عن فكرة العورة الخاصة بالرجل اللي هي ما بين الركبتين والسرة. وبما ان الرياضة دي فيها عري للراجل وجسمه بالكامل فدي رياضة حرام شرعا من وجهة نظره. بيج رامي ما ردش على التصريحات دي ولا هو ولا الفريق بتاعه، ورغم كده قلت اتتبع الموضوع وابحث وراه وفعلا لقيت ان عورة الراجل من هذه المنطقة. فهل فعلا كده رياضة كمال الاجسام بالوضع ده حرام ولا حلال؟ طبعا الرأي الاول والاخير لدار الافتاء المصرية اللي برضو ما ردتش رد حاسم على الموضوع. اعملوا منشن للشيوخ ومشايخ التيك توك المحترمين وخليهم يردوا على الموضوع ده، ويا ترى رأيهم ايه؟ منتظر منشناتكم ليهم في الكومنتات.